في اليوم السادس للحملة الانتخابية دعا عبد القادر بن قرينة من ولاية الجلفة دعا إلى الحفاظ على الأمن القومي والاستراتيجي للجزائر، وهذا بعدم المساس بالوحدة والهوية الوطنية للشعب الجزائري بكل أطيافه. أنتم تتصوروا باللي الأشراف والكرماء والشجعان نتاع ونادايل والهضاب ونتاع القبائل ونتاع الشرق والغرب وكذا، إذا على جال طفل تحرك الجيش والشرطة والمخابرات والحماية المدنية والشعب وهو عزيز طفل عندنا، إذا كان باش يمسونا عرض الجزائر احنا نرضى وباش يخلوهم يمسوا عرضنا؟ أبدا. وها هي رسالة، وها هي رسالة الشعب الجزائري للبرلمان الأوروبي. ولكن عرض الجزائر هو أعز مني أنا وأعز من والدي وأعز منا كل، لأن العرض عدنا هو أعلى ما عدنا من الشرف. هذه الكلمة الأولى اللي راح نقولها لهم، يا تحافظوا تحافظوا على مصالحكم مع الجزائر في إطار الندية، في إطار التسليم للدولة الجزائرية بقيادة المنطقة، في إطار المصالح المبادلة بين الشعوب الأوروبية والشعب الجزائري ودول المغرب العربي ودول الساحل والصحراء. احترموا انفسكم وشدوا سبعكم. وباسمكم غدوة راح ننقلها للسفراء الأوروبيين اللي راحين يجون ان شاء الله، باسم الشعب الجزائري نقول له واحد ما يدخل روحه فينا وبين جيشنا ابدا. بن قرينة أكد أيضا على ضرورة تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه لكل المجتمع الجزائري وجعل ولاية الجلفة عاصمة اقتصادية وفلاحية بامتياز، كما ألح أيضا على ضرورة الوحدة الوطنية.